بكم من جديد. يقوم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بزيارة للمنطقة الأثرية بالهرم لمتابعة أعمال التطوير بها برفقة محافظ الجيزة. وكان محلب قد تفقد بالأمس جراج التحرير للوقوف على الاستعدادات التي تتم لافتتاحه رسميا، كما تفقد أيضا أرض وبور الثلج وحضر لقاء شعبيا مع أهالي منطقة مثلث مسبيرو. في بناء مصر احنا النهارده بنبعت رسالة للعالم كله، هو ده شعب مصر، شعب مصر اللي هو مصمم انه يبني مصر الحديثة، اللي هو مع حكومته مع رئيسه كلنا مع بعض بنبني مصر، كلنا مع بعض، ودايما الرئيس يقولها كلنا مع بعض، ما عادش هيجي على حد، لان مصلحة الوطن هي مصلحة المواطن. عايز اكلمكم نتكلم على العدالة الاجتماعية كتير. طب ايه هي العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية ان كل مواطن يلاقي اربع جدران يعيش فيها، كل مواطن يلاقي حق في العلاج بكرامة بكرامة، كل مواطن يلاقي ابنه بيتعلم يتعلم ويتنور ويتثقف مظبوط، عشان ما يجيش طيور الظلام يغيروا مخاخ ولادنا. ان انا تشرفت بمقابله سياده الرئيس من حوالي شهر تقريبا عشان اعرض عليه مشروعات التطوير في القاهره، وهو على وجه التحديد تحدث عن مثلث مسبيرو، وقال لي خلي بالكم من الناس، والله العظيم ثلاثه الرئيس قال لي خلي بالكم من الناس. تفقد دكتور جلال سعيد محافظ القاهرة محور مصطفى النحاس بمدينة نصر، والذي يبلغ طوله 8 كيلومترات وبتكلفة قدرها 6 ملايين من الجنيهات، حيث تمت إعادة رصف المحور بالكامل وإعادة تخطيط التقاطعات الرئيسية به. الشارع ده كان مثال سيء لأي شارع في مصر، وكان في مسار داخله للمترو منخفض عن سطح الطريق ولا يستخدم، والمترو مش شغال أصلا. ماشي، احنا ايه اللي بنعمله هنا؟ احنا بنعيد تخطيط الشارع وبنعيد رصفه وبنحط عليه إشارات مرورية، وبعدين احنا المسار بتاع المترو القديم احنا رفعناه وخليناه في منتوب الشارع، ما حبيناش نضيفه للشارع بشكل كامل لانه في احد الاحتمالات ان احنا يبقى عندنا خط رمايه سريع يعمل في هذا الشارع. انا فاكر انه من سنتين ثلاثه انا جيت ادور واحد هنا واخدت المشوار في مصطفى النحاس من اوله الى هذه المنطقه في 3 ساعات إلا ربع. ماشي، الان يستطيع اي مواطن ياخذ مصطفى النحاس ده ما بين 20 و25 دقيقه. أعلن اللواء شاكر الكيال مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة حج القرعة عن ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف حجاج البعثة المصرية إلى 8 حالات، وذلك بعد وفاة 4 من بعثة حج السياحة. تنوعت أسباب وفاة الحجاج الأربعة بين غيبوبة كبدية وهبوط حاد في الدورة الدموية. هذا وقد أعلن أيمن عبد المجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن عن وفاة أول حالة بين حجاج الجمعيات الأهلية لأسباب طبيعية. وضعت محافظة القاهرة خطة كاملة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. أكدت الدكتورة سعاد الخولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تشكيل فرق طبية لشن حملات على شوادر بيع الأضاحي الحية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض لتقديمها للمواطنين قبل العيد، فضلا عن فتح المجازر أمام المواطنين لذبح أضاحيهم خلال العيد بدون مقابل مادي. قال الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قال إنه اعتبارا من مارس المقبل سيتم توفير عقار سوفالدي لكل المرضى. أشار إلى أنه من المتوقع أن يتاح علاج جديد بداية العام القادم. وخلال مؤتمر صحفي مع البروفيسور ريموند شينازي مخترع عقار سوفالدي، قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة إن الوزارة تتبنى خطة طموحة للقضاء على الفيروس. أن نوفر هذا العقار
لكي نسهل المريض ونوفر له الطريقة المثالية للخلاص من هذا الداء اللعين، مؤكد أن هذا قد يستغرق منا الكثير من الوقت. هناك بإذن الله خطة فعالة وطموحة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي، والحكومة وسيادة رئيس الجمهورية لن ندخر جهدا أن نوفر هذا العقار لكل مريض على أرض مصر، فهي خطة قومية بإذن الله. هذه الخطة تتمثل في المجموعة الأولى التي سيتم علاجها بهذا العقار اعتبارا من الشهر القادم إن شاء الله، وفي نفس التوقيت سنعلن وندشن الحملة القومية للوقاية من التهاب الكبد الوبائي. نحن نعمل حاليا لإعداد هذه الاستراتيجية حتى نعمل في الاتجاهين، الاتجاه العلاجي والاتجاه الوقائي للخلاص من هذا المرض. تفقد دكتور حسين مغازي وزير الري والموارد المائية تفقد المتحف الوثائقي للسد العالي وخزان أسوان برفقة اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان. أكد وزير الري أن افتتاح المتحف الجديد سيكون في نوفمبر المقبل، وأنه سيتم تخصيص قاعة داخله لعرض لوحات وصور تعبر عن حضارات دول حوض النيل وسائر إفريقيا. وأشار إلى أن المتحف سيجمع كل الوثائق والأفلام القديمة التي تروي قصة بناء السد. من جانبها أوضح محافظ أسوان أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة لإدراج المتحف على الخريطة السياحية. التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش المشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحث الوزيران خلال اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية. كما تناول الوزيران الأوضاع الراهنة في ليبيا وأهمية بدء الحوار السياسي ونبذ العنف والإرهاب. جددت مقاتلات التحالف الدولي ضرباتها الجوية على معاقل تنظيم داعش في مدينتي الرقة وحلب شمالي سوريا. وبحسب مصادر سورية فإن قوات التحالف شنت 8 غارات جوية استهدفت مراكز تابعة للتنظيم في معسكر الطلائع وفي محيطه جنوبي حلب. وبدوره قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية إن هذه الغارات أعاقت مراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد للتنظيم المتشدد. ومن جانبها انتقدت روسيا توجيه هذه الضربات، وأكدت أن أي عمل دولي يتضمن استخدام القوة ضد التهديدات الإرهابية يجب أن يتم وفقا للقانون الدولي. أضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك حاجة لإذن الدولة التي يجرى بها هذا العمل، في إشارة إلى سوريا، وهو ما ينفي الشرعي عن هذه الضربات الجوية على حد تعبيره. أعربت الولايات المتحدة عن احتجاجها على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، والذي طالب فيه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر باساكي إن خطاب عباس كان به توصيفات مهينة. وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة إن محادثات السلام مع إسرائيل لا قيمة لها ما لم يكن الهدف هو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في إطار جدول زمني صارم. أما عن أحوال الطقس فقد عودت درجات الحرارة في ارتفاعها اليوم على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء في النهار ومعتدل في الليل، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة.
وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. جنايات القاهرة تقرر مدة أجل النطق بالحكم على مبارك ومعاونيه إلى جلسة 29 من نوفمبر. قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 29/11/2014. إحالة دعوى حظر أنشطة الألتريس لمحكمة القضاء الإداري لعدم الاختصاص. التحالف الدولي يواصل قصف داعش في سوريا، وروسيا تجدد رفضها للهجوم بدون موافقة دمشق. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.anharlive.net. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.